السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة سيلفي سبورت. انا حميد كيالي وحلقة جديدة من تقدمة اهم مباريات الجولة. بحلقة اليوم في عنا 3 مباريات بغاية الاهمية والصعوبة. المباراة الاولى رح تجمع توتنهام مع ليفربول، المباراة الثانية رح تجمع ارسنال مع مانشستر يونايتد، والمباراة الثالثة رح تكون مباراة برشلونة واتلتيك بلباو. خلينا نبدأ على طول بالمباراة الاولى اللي رح تجمع توتنهام وليفربول. هاي المباراة اللي كانت مباراة الذهاب فيها مفصلية جدا بشكل الدوري، لأنه من تلك المباراة تغير كتير ليفربول وتغير كتير توتنهام. المباراة الماضية اللي دخل توتنهام متصدر وكان همه أنه يطلع متعادل أو فايز على ليفربول بالأنفيلد، قدم ليفربول وقتها واحدة من أجمل مبارياته عبر الموسم على الإطلاق. وأنا بدي أرجع دائما لهي المباراة لما بدي أحكي على مباراة اليوم، لأنه كانت برأيي أنا مباراة يبنى عليها سلبيا وإيجابيا لليفربول ونفس الشيء لتوتنهام. لحتى نحكي على وضع ليفربول، لأنه بالوقت الأخير كتير انتشر في كتير على السوشيال ميديا أحاديث أنه مشكلة ليفربول هي مشكلة دفاعية يعني. ولكن الواضح تماما أنه المشكلة ليست مشكلة دفاعية. وبدي أرجع للمباراة الأولى وأقول أنه وقت اللي لعب ليفربول مع توتنهام كان عنده مشكلة كبيرة بدفاعه. لكن أنا برأيي الشيء اللي فقده ليفربول وخلاه يخسر العديد من النقاط، يعني أول شيء هو مشكلة هجومية، ثاني شيء هي مشكلة نفسية، ثالث شيء هي مشكلة تكتيك وإرهاق عام للاعبين وفقدان للشهية وفقدان للحافز. أنا برأيي هدول الأشياء بالإضافة إلى الإصابات اجتمعت على ليفربول وخلتنا نشوف حاليا أسوأ نسخة لليفربول منذ استلام يورغن كلوب يمكن يعني مهام تدريب هذا الفريق العريق جدا. بس أنا برأيي هي مثل ما كانت مباراة مفصلية لتوتنهام وليفربول المرة الماضية، هلأ كمان رح تكون مفصلية، يعني قد تكون نقطة الانطلاق لتوتنهام مع مورينيو وقد تكون نقطة انطلاق مرة تانية حقيقية لليفربول في صراع الصدارة واللقب مع مانشستر سيتي ومع مانشستر يونايتد. لكن بنرجع بنقول ليفربول أنا برأيي مشكلته أنه أهداف ما بيسجل. الفريق سدد 90 تسديدة على المرمى بدون ما ينجح بتسجيل أي هدف. الفريق عنده مشكلة دفاعية يعني بموضوع الإصابات منذ فترة طويلة. لكن الكلوب، وأنا شخصيا على هاي القناة حكيت أكثر مرة أنه كنت دائما معجب بيورجن كلوب، لأنه دائما كان بينظر للنصف المليء من الكاسة، بيجيب لاعب شاب بيوضعه بمكان اللاعب المصاب، المنظومة بتضل عم تمشي. بالوقت الحالي لا يورغن كلوب عم بيجيب هذا اللاعب الشاب وبيحطه مكان اللاعب المصاب، ولا المنظومة عم تمشي في حال انه هو حاول يخترع من ضمن التشكيلة اللي عنده ويسحب لاعب مثل ما حاول اكثر من مرة انه يلعب بفابينيو وهندرسون كقلوب دفاع، ففشلوا دفاعيا وخسروا هجوميا، وبالتالي هي واحدة من مشاكل ليفربول. المشكلة الهجومية الكتير كبيرة، ابتعاد صلاح وماني وفيرمينيو عن مستواهم أول شيء الطبيعي والتهديفي والتسجيلي، وعن مستواهم بموضوع الضغط العالي. ليفربول تميز بالسنتين الثلاثة الماضيات أنه بيقدر يطبق ضغط عالي خرافي، أي خصم رح ينهار أمام هذا الضغط. مباراة توتنهام الذهاب مرة تانية رح أستخدمها كمثال، وبنتذكر كلنا كيف أنه توتنهام انشغل بالشوط الأول فقط في كيفية خروج الكرة من منطقة الجزاء بدون حتى ما يفكر شو هي النكست ستيب. السبب كان انه كان ليفربول ضاغط بكل خطوطه الثلاثه على توتنهام رغم غياب بعض العناصر المهمه. فغياب العناصر المهمه ليس العذر الوحيد لليفربول، لانه قدر يتعامل معه سابقا، لكن هي مجموعه عوامل: الاصابات، ابتعاد معظم نجوم الفريق عن مستواهم دفاعيا وبخط الوسط، حتى الكانتارا اللي كان يعني كان شعلة نشاط وكان شيء يعني متأمل فيه ليفربول انه يكون جوتا رقم 2 يعني يدخل فورا بالمنظومة ويقدم شيء لليفربول. بصراحة الكانتارا عم يبطئ كتير رتم ليفربول حاليا، لسه ما اخذ على جو الدوري الانجليزي، لسه عم بيلعب كأنه ببايرن ميونخ لما كان يلعب بمحورين ارتكاز، اليوم عم بيلعب بليفربول 4-3-3، الادوار مختلفة وحتى اللاعبين اللي عم بيلعبوا بجانبه مختلفين. فهي مباراة كتير كبيرة. توتنهام كمان اللي ما عم نشوف منه نسخة واضحة تماما، الفريق متماسك، الفريق جيد، بس أحيانا بيتعذب لينتصر، أحيانا بينتصر انتصارات كبيرة. المباراة الأخيرة بالكأس فاز 4-1، لكن لو اطلعت على تفاصيل المباراة مورينيو اضطر أنه يدفع بسون ويدفع بهاريكين حتى ببداية الشوط الثاني تقريبا يعني، وما اجى الهدف الثاني لتوتنهام إلا بالدقائق الأخيرة وبعدها فتحت المباراة خلص والفريق الخصم انهار وفاز توتنهام. فيمكن تكون فعلا نقطة الانطلاق، لأنه مورينيو يمكن دائما أو عادة مورينيو بيبني موسمه على مباراة ملحمية بتكون مثل هاي.
لأنه راح تكون مباراة يرجع فيها الخسارة اللي خسرها أمام توتنهام اللي خلته كان متصدر وبعدين رجع تراجع على المركز السادس والمركز السابع. فهي مباراة كتير كبيرة لفريقين كتير كبار، راح نستمتع فيها جدا. المباراة الثانية هي مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد. الفريقين تقريبا عم بيمروا بمرحلة ممتازة جدا، لو استثنينا خسارة مانشستر يونايتد الأخيرة بالدوري أمام شيفيلد، مانشستر يونايتد عامل سلسلة مباريات ممتازة، لعبان 8 مباريات، فايز بخمسة، متعادل بوحدة، وخسران مباريتين، مباراة منهم أمام شيفيلد. لكن أنا برأيي الخسارة، يعني مع تقديم أداء سيء أمام شيفيلد بصراحة، يعني لازم نحط واحد من أسبابه صدارة مانشستر سيتي، لأنه تصدر مانشستر سيتي مع مباراة أقل، فكان لو اليونايتد ربح رح يرجع يتصدر ولو أنه مؤقتا، فقد الصدارة هلأ حتى مع مباراة أقل، يعني لصالح جاره مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي عامل كمان سلسلة مباريات ممتازة، اليونايتد بيعرف انه لما يضغط السيتي عليه، السيتي عنده سكواد عظيم، يعني عنده 11 لاعب ممتازين وعنده دائما بدلاء تقريبا على نفس مستوى الاساسيين. فواحدة من انواع او شيء من الاشياء اللي ضغط كثير على اليونايتد بمباراة شيفيلد كان اكيد صدارة السيتي. بس بشكل عام مانشستر يونايتد عم بيقدم موسم ممتاز، يعني بصراحة اللي عمله سولشاير مع مانشستر يونايتد رجعنا لايام الزمن الجميل لليونايتد، لايام سير اليكس. يعني صرنا نشوف فريق عم بيقدم كرة حلوة كتير، فريق صلب دفاعيا، فريق عنده أكثر من عنصر بخط الوسط ممكن يغير مجرى المباراة، عنده سرعات عالية. بوجبا رجع لأفضل مستوياته مع مانشستر يونايتد تقريبا منذ قدومه، لاعب صار شارة نشاط، لاعب عم يلعب للفريق، لاعب صار حاسم أمام المرمى، عم بيسجل أهداف، عم بتساعد مانشستر يونايتد إنه ينتصر، وهذا الشيء بيعزز ثقة بوجبا اللي كان فاقد شيء كتير كبير منه بالفترة الماضية، نظرا لأنه ما كان عم بيلعب دقائق يعني طويلة ومباريات متتالية، فاللاعب فقد جزء من الثقة. وحتى كان في أحاديث كثيرة عن رجعته لليوفي. برونو فرنانديز مهندس الوسط طبعا. الفريق عايش حالة ممتازة، برجع بقول إذا استثنينا الخسارة الأخيرة أمام أرسنال اللي كمان عامل سلسلة مباريات ممتازة، بآخر 6 مباريات بسنة 2021 اللي لعبهم ربح 4 مرات وتعادل مرتين. الفريق صار فيه أكثر من لاعب عم بيعطوا أفضل ما بيمتلكوه بهي الفترة الحالية، ساكا، لاجازيت بالهجوم اللي بآخر 6 مباريات مساهم ب6 أهداف مع أرسنال، مسجل هدف وعنده أسيست. تشاكا اللي هو رمانة خط وسط أرسنال رجع لأفضل مستوى له، ومدرب أرسنال يعني أرتيتا عم بيستخدم دائما تشاكا وبجانبه توماس بارتي أو سيبايوس لما يصاب بارتي، فعنده 3 لعيبة بالوسط بصراحة، ثلاثتهم على مستوى عالي جدا، عم بيقدر يسيطر على الوسط. ساكا اللي انفجر هجوميا، اللاعب الشاب الصغير عم بيقدم مستويات وعم بيعتبروه هلا هو امل انجلترا بالسنوات القادمه، حتى دفاعيا تحسن كثير ارسنال. انا بحابب اشوف هاي المباراه، يعني كنت عم بستنى ارسنال يفوز على فريق فعلا جيد بامكانيات جيده. الفوز هذا تحقق بالمباراه الاخيره على ساوثهامبتون، بدي اشوف ارسنال كيف راح تكون شخصيته امام مانشستر يونايتد، وبدي اشوف اليونايتد كيف ردة فعله بعد صدارة السيتي وبعد خسارة شيفيلد يونايتد. فمباراة كتير مهمة للفريقين نتيجته. المباراة الثالثة هي مباراة برشلونة واتلتيك بلباو، مباراة الثأر بالنسبة لبرشلونة ومباراة تثبيت الأقدام بالنسبة لأتلتيك بلباو. مارسيلينيو منذ قدومه إلى أتلتيك بلباو عامل شغل خرافي بصراحة، يعني صعب أي مدرب يقدر يكرر هذا الشيء اللي عم يعمله بلباو هلا بأيام قصيرة. يعني فوز على ريال مدريد، فوز على برشلونة، تتويج بكأس السوبر، فوز على ختافي بخماسية بعد ما تأخر بهدف بال 18 ثانية الأولى، هو أسرع هدف في تاريخ ختافي عبر تاريخ الدوري الإسباني. الفريق كتلة واحدة، الفريق صار في عنده هدف عم بيآمن فيه، لأنه هدول اللاعبين مع هذا المدرب مع كأس السوبر آمنوا تماما أنه هذا هو المدرب الصح. أنا لما يجيني هيك مدرب بعد فترة تخبطات كتيرة، اللاعب بصير بيعطي 120% لهذا المدرب، لأنه صار في عنده إيمان بمشروع هذا المدرب، وأنه أنا مع هذا المدرب ممكن أوصل لمكان كتير بعيد. برشلونة بعد كارثة أو مشكلة كأس السوبر وخروجه أمام أتلتيك بلباو، بعد نتائجه الجيدة بكأس الملك، لأنه الفريق قدر يفوز بمباريتين بصعوبة، ولكن المهم أنك تمر بالوقت الحالي، مع عودة ميسي للفريق بعد الإيقاف، مع تألق بدري وتألق ديونج الجميل جدا، هي من أهم الأخبار ببرشلونة تقريبا، لأن هذول اللاعبين
رجعونا مرة ثانية لنحس انه برشلونة خط وسطه ثابت ثقيل على ارض الملعب، عنده حلول، يعني الحلول ما بقت بس على الاجنحة وعن طريق ديمبلي، وهذا الشيء كثير مهم كان بيفتقده برشلونة بالفترات الماضية مع تألق كثير كبير لأراوخو بقلب الدفاع. اللاعب بصراحة اللي انا بعتبره هو افضل اكتشافات كومان حاليا، لانه هذا اللاعب انا برأيي هو اللاعب الاساسي لازم يكون ببرشلونة، وبيكي وامتيتي ولينجلي ومنجويزا بعدين، هدول الرباعي لازم يتداوروا لحتى يجاوروا هذا اللاعب اللي هو أراوخو. أنا بس شايفه أفضل مدافع حاليا ببرشلونة. الشيء الوحيد المو كتير حلو حاليا ببرشلونة هو منجويزا لما يكون على الظهير الأيمن، لاعب أبدا مولى هذا المركز، محتاجين ديستو، محتاجين سيرجيو روبرتو، محتاجين عودته من الإصابة، لأنه صراحة ديمبلي كل مجهودات اللي عم بيقوم فيها هجوميا على طرف اليمين، لو معه ظهير أيمن فعال ونشط ويعني شغال على طرف اليمين فعلا، هاي الجبهة ممكن تكون جبهة نارية لبرشلونة. يعني تألق ميسي مرة تانية محتاجه برشلونة كتير، عودته للمود مرة تانية محتاجه برشلونة كتير، لأنه صراع اللقب على الدوري قد يبدو بعيد يعني حاليا، لأنه أتلتيكو عامل سلسلة انتصارات ممتازة جدا، ولكن المهم أنه الفريق يبقى بالمركز الثالث، المهم أنه يبتعد شوي عن إشبيليا، المهم أنه ما يكون بخطر فقدان هذا المركز لأي فريق كان، خاصة الأشبيلية اللي كمان حاليا جاي بقوة كتير مع تعاقده الأخير مع جوميز، رح يزداد قوة ورح يزداد قلق يعني. فمباراة كتير مهمة لبرشلونة، أول شيء ليرد صاع الخسارة بكأس السوبر، ثاني شيء لحتى فعلا يثبت أقدامه مرة تانية بالمركز الثالث ويبدأ سلسلة المزاحمة مع ريال مدريد على المركز الثاني ثم على المركز الأول أمام أتلتيك بلباو. لهون أنا توصل حلقتي لنهايتها، بتمنى تكون نالت إعجابكم، بشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.